فضيلة المفتي، اختلافهم أو اختلافهم رحمة، كيف نفهم هذا المعنى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال عميق في الحقيقة، ويحتاج إلى أن نقف على منظومة متكاملة من فهم العلماء السابقين لهذه القضية. وأين نحن منها؟ العلماء السابقون فهموا القضية كما سيادتك عبرت عنها تماما، وأن الاختلاف بين العلماء في محل الاختلاف وفي مجال الاختلاف رحمة بالأمة، ويعطي مرونة ويعطي سعة ويعطي حصيرة، إذا جاز التعبير، حصيرة واسعة نجلس عليها جميعا ونتشارك في سبيل التكامل البنائي للمجتمع. وأن لا ينكر بعضنا على البعض الآخر. لماذا؟ لأن قضية الرحمة المتمثلة في أو المأخوذة من الاختلاف هي مسيطرة على أذهاننا جميعا. ولذلك الإمام الشعراني كان ذكيا جدا عندما يعني عبر عن كتاب له سماه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، كأن العنوان بحد ذاته يضع أيدينا على هذه النقطة التي نتكلم فيها. فما دمنا نحن نحسن إدارة هذا الخلاف إدارة ذكية راشدة ورشيدة وحضارية، فإن هذا الخلاف سيثمر عن عطاء وعن بناء. لكن إذا كان العكس ولا نرجوه، وفي الحقيقة سنكون أمام أزمة. وأنا ألحظ في بعض المناطق أننا بالفعل يمكن أن نحدث أزمة بسبب هذا الخلاف الفقهي، لأننا لم نستثمر هذا الخلاف فيما قصد له. أعطي لسيادتك مثال لهذه الأزمة في خصوص شهر رمضان، وبصفة خاصة في زكاة الفطر، وبصفة خاصة في تكبيرات العيد، إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك صلاة عيد يعني، وإذا لم يقدر الله سبحانه وتعالى ففي الإمكان أن نكبر نحن في بيوتنا وبين فرادى وفي الأسرة، في داخل الأسرة نكبر كما كان المسلمون يكبرون في المساجد. لكن البعض قال بأنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا طعاما. طب واللي بيخرج نقود زي حالاتنا كده ويوديها للناس الفقراء والمساكين وبيسد حاجتهم، هذا في الحقيقة غير مجزئ من وجهة نظري. هذه أزمة، أزمة حقيقية، لأن العلماء اختلفوا في هذا الشأن. ينبغي أن أستثمر أنا هذا الخلاف وأقول في كل بيئة ما يناسبها من الأقوال. في بيئة ريفية يمكن أن تكون الطعام وأن تكون الحبوب لها من القيمة الكبيرة عند الناس، افتي بهذا، قل إن البيئة دي مناسبة. لكن عندما نكون أمام مدن كبرى لا يعرف بعضنا البعض، ولا تفيد هذه المطعومات في شيء، بل تكون عبئا على من، على الفقير وعلى المسكين، هنا يجب أن تكون الإخراج بالقيمة. ويجب هنا، هذا قاله العلماء قبل ذلك ونحن عليه في دار الإفتاء المصرية ومن قديم الزمان إلى وقتنا الحاضر، وهو رأي فريق كبير معتبر من العلماء وهم فقهاء الحنفية. إذا استثمار الخلاف الفقهي لكي يعطي ينبغي أن ينظر إليه نظرة حضارية. في تكبيرات العيد بيقف الكثير جدا عند قوله، عند التكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طب لما نقول ونزود شوية، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، اللهم صل على سيدنا محمد، إلى آخر التكبيرات التي يكبر بها الناس ونحن نشأنا عليها، ولها مذاق خاص ولها يعني نغمة خاصة في آذاننا ونحن أطفال وما زلنا، يقول هذه في الحقيقة لا، لم يقل، لم تأتي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من البدع. أنت بقولك فهي من البدع التي أنت ترجمتها إلى بدعة سيئة، أنت حدثت أزمة. لأن الإمام الشافعي لما نزل إلى مصر وسئل عن هذه التكبيرات التي يكبر بها المصريون، قال إن كبر كما جاء في الأم، إن كبر كما يكبر الناس فهو حسن.
فانظر إلى قول. فهو حسن كأنه يريد يقول لك أن إحنا كلنا على حصيرة واحدة، إحنا كلنا في هذا البيت الكبير اللي اسمه الفقه الإسلامي يسعنا جميعا، فلنجعل الخلاف الفقهي أو الخلاف في تفسير النصوص هو رحمة بالأمة وليس عبئا على الأمة.